قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالك الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، فلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيلي عافمي تسبيحا. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. أجل سلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. أجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. أجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان ورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. كيريا إليسو. أجل أبينا ورئيس كهنتنا إلي الموقر وكهنته المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا إليسو. لأجل ملكنا ومساعديه وجنوده ومؤازرته في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا أجل هذه المدينة وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنينها إلى الرب نطلب. كيريا إليسو. لأجل أنفسنا أن تبارك مقاصدنا وتنير عقولنا وتفتح قلوبنا لنتقدم في كل معرفة ومحبة صادقة إلى الرب نطلب. كيريا إليسو. لأجل أن تؤهلنا لأن نشترك بإيمان ومحبة في آلام ابنك الخلاصية حاملين في قلوبنا وأجسادنا
سمات المسيح تكفيرا عن خطايانا إلى الرب نطلب. كيريا لا إيسو. نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا لا إيسو. أعددنا وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا نذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين والنور المسيح الإله ذواتنا بعضنا بعضا حياتنا كلها. أيها الرب الإله الفاحص أعماق القلوب والعارف أمورنا كلها قبل أن تكون، لقد اختطفت من اضطرابات الحياة من لجأت إليك مريم المصرية، فنضرع إليك أن تظهر تطهر قلوبنا وتظهرنا هياكل لروحك القدوس أغنياء بالفضائل، فنعظمك بالتسابيح والأعمال الصالحة، لأنك أنت إلهنا ولك ينبغي كل مجد وإكرام وسجود، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين. آمين. بشفاعة والدة ملكنا وإلهنا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين أموات. نحن المرنمين لك هللويا.
114 لننشد نحن مؤمنين ونسجد للكلمة صينا لأنه ارتضى أن يصعد بالجسد على الصليب ويحتمل الموت وينهض الموت بقيامته المجيد حفظت صورة الله بتدقيق أيتها الأم مريم فقد أخذت الصليب واتبعت لأنه زائل والاهتمام بالنفس لأنها خالدة فلذلك تبتهج روحك أيتها البارة مع الملائكة يا نصيرة المسيحيين التي لا تخزى وواسطتهم الدائمة لدى عن أصوات الخطأات الطالبين إليك بل بما أنك صالحة بادري إلى مؤونتنا نحن الصارخين بإيمان فالأم إلى الشقاء وأسرعي إلى الابتهال يا والدة الإله لأنك قدوس أنت يا إلهنا إليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين
القوي قدوسا الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الدائرين آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. آمين. انذروا وأوفوا الرب إلهنا كل الذين حوله يأتون بهدايا. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. حكمة لنصغي. يا إخوان إن المسيح الذي جاء حبرا للخيرات الآتية واجتاز بالمسكن الأعظم والأكمل الغير المصنوع بيد إلى الذي ليس من هذه الخليقة دخل الأقداس مرة واحدة ليس بدم تيوس وعجول بل بدمه الخاص فوجد فداء أبديا لأنه إن كان آدم ثيراً وتيوس ورمات عجلة يرش على المنجسين فيقدسهم لتطهير الجسد فكم بالأحرى دم المسيح الذي قرب بالروح الأزلي نفسه لله بلا عيب يطهر ضميركم من الأعمال الميتة لتعبدوا الله الحي. السلام لك أيها المرنم لكافة الشعب. نقف نسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب.
فلنصغي في ذلك الزمان. أخذ يسوع تلاميذه الاثني عشر وطفق يقول لهم ما سيعرض له: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان سيسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويجلدونه ويبصقون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. فتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبد قائلين: يا معلم، نريد أن تصنع لنا كل ما نسألك. فقال لهما: ماذا تريدان أن أصنع لكما؟ قال له: هب لنا أن يجلس أحدنا عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: إنكما لا تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها فتشربانها، والصبغة التي أصطبغ بها فتصطبغان بها، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه، بل هو للذين أعد لهم. فلما سمع العشرة أخذوا يغضبون على يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم: تعلمون أن الذين يعدون أراكنة الأمم يسودونهم، وعظماءهم يتسلطون عليهم، وأما فيما بينكم فلا يكن الأمر هكذا، بل من أراد أن يكون فيكم كبيرا يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم الأول يكون للجميع عبدا. فإن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فداء عن كثيرين. حقا المجد لك يا رب المجد لك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي الأحباء، منذكر إنه الأسبوع الجاي هو أحد الشعانين، رح يكون القداس في هذه الكنيسة الساعة 9:30 صباحا، وقداس آخر لإخوتنا العراقيين، مش عشان إشي ولكن لضيق الكنيسة، لأنه الكنيسة ضيقة زي ما أنتم شايفين. رح يكون قداس ساعة كمان 11 للعراقيين، قداس أحد الشعانين. أسبوع الآلام رح تتوزع الورقة باب الكنيسة، كل الصلوات الساعة 7 الكل كلنا مع سوا، صلوات الختن وغيرها. يوم الجمعة كمان في رتبتين جناز المسيح الساعة 3 للعراقيين، وللرعية الساعة 7 مساء. والسبت أيضا قداس بالطقس الأشوري مع أبونا إيشو، والقداس الثاني للرعية الساعة 7:30 مساء، وقداس الصباح سبت النور رح يكون الساعة 11 صباحا. كل الأشياء هاي موجودة على الورقة، منشوفها إحنا وطالعين. بحكي لنا بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين: دم المسيح الذي قرب
نفسه بالروح الأزلي لله بلا عيب، يطهر ضميركم من الأعمال الميتة لتعبدوا الله الحي. ذبيحة المسيح الخلاصية. وفي الإنجيل سمعنا كيف أن المسيح يخبر الرسل عن نبوءة أنه يصعد إلى أورشليم وابن الإنسان المسيح يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، يحكمون عليه، يسلمونه إلى الأمم، يهزؤون به، يجلدونه، يبصقون عليه، يقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. والرسل في المقابل بيسألوا وبتساءلوا وبهمهم إنه إحنا في ملكوت جاي على الطريق، في ملك آتي على الطريق يكون إنه نصيب. المسيح يفكر بشيء والرسل يفكرون بشيء يختلف تماماً، وكأنهم في واد والمسيح في واد. المسيح يقبل إلى الآلام وينبئهم بهذه الآلام وهم يفكرون بسلطة، بجبروت. وهذا تفكير البشر دائماً، شو بيكون لنا حصة؟ دائماً شو الحصة اللي إلنا؟ في الوقت الذي يقدم نفسه المسيح كفارة وغفران كامل، كان لابد من وجود هذه الألام، وكان لابد من وجود الصليب والدم حتى تقبل الكفارة، حتى تقبل الذبيحة. لأنه هناك إشارات نعرف في الكتاب المقدس في العهد القديم، كانت إشارات تشير إلى ذبيحة المسيح الكفارية على الصليب. بحكي لنا سفر اللاويين، وسفر اللاويين نتيجة الأسفار السابقة له بحكي لنا عن أنواع مختلفة للذبيحة، للذبيحة اللي تقرب لله. بحكي لنا في الأسفار الأولى، الخمس الأولى، عن خمس أنواع كان بحكيها عن الذبائح: ذبيحة محرقة، وذبيحة سلامية، وذبيحة خطيئة، وذبيحة إثم، وهناك نوع آخر خامساً تقدمت دقيق. هذه الذبائح كانت رمزية وتعبر بهدفين رئيسيين، لسببين رئيسيين: تكفير عن خطايا، ثم تقديم الشكر الواجب والاحترام الواجب لله. تلخص إذن بهالهدفين. بذبيحة المسيح على الصليب اكتملت كل الذبائح، واكتملت ذبائح العهد القديم كلها، ولم نعد بحاجة إلى ذبيحة وإلى دم، لأن دم المسيح كان يكفي. ذبيحة محرقة كانت الغرض منها تكفير عن الخطايا عموماً، وكان أهميتها تكمن في أنها تكرس نفس الإنسان لله. ولكن في ذبيحة المسيح أصبحت تقدمة المسيح تقدمة كاملة، وافية كاملة. ذبيحة سلامية تعبر عن شكر وعرفان بالجميل، ترمز إلى إعادة الشركة والسلام مع الله. والمسيح وبموت المسيح أصبح هو المسيح سلامنا. ذبيحة خطيئة كانت تكفير عن الخطايا الغير المقصودة، الغير المتعمدة، وتستعيد أيضا العلاقة مع الله. وبموت المسيح استعاد لنا العلاقة الكاملة، وهدم كما يقول لنا القديس بولس، هدم حائط حاجز السياج بيننا وبين الله الآب. ذبيحة الإثم كان يصحبها تكفير، وكان يصحبها أيضا تعويض، تعويض عن الضرر التي تؤديه الخطيئة. وفي ذبيحة المسيح رفع كل التعويضات. لهيك في نص من صلواتنا احنا بنحكي: اشتريتنا
بدمك الكريم، يعني كأنه دفع الدين بالكامل وما خلى ولا تعريفه ولا فلس علينا دين، دفع الدين بالكامل. وفي تقدمة الدقيق وكأنها احترام وتعبير عن احترام وشكر لله، وبالمسيح أصبحت هذه التقدمة كاملة مرضية. ذبائح العهد القديم إذن كانت وقتية زمنية يقدمها أناس بشر يختارهم الله ضعفاء، لكن في ذبيحة المسيح أصبحت ذبيحة كاملة دائمة يقدمها الله نفسه، المسيح نفسه، وهو المقدم والمقدم، كما تذكر نصوص الصلوات يقدمها للآب السماوي بدمه المسفك أو المراق على الصليب. أصبحت ذبيحة كاملة. تحكوا لي ليش لازم يمر، لازم الدم؟ طبعا لازم الدم، لأنه كانت إشارة الفدية هي الدم. تعرفوا في العهد القديم كانت الخاطي يضع يده على الذبيحة على الحمل، فتنتقل الخطيئة من الخاطي إلى الذبيحة، وبالتالي يذبح الحمل عن الخاطي، لأن أجرة الخطيئة شو هي؟ أجرة الخطيئة الموت، لأن أجرة الخطيئة موت، فعوضاً عن موت الخاطي كان يذبح الحمل. لهيك المسيح هو حمل الله، شو بيحكي يوحنا؟ هذا هو حمل الله الحامل خطايا العالم. كان به الحمل الكامل الذي حمل خطايانا على هيكل الصليب المقدس والذي أراق دمه من أجلنا. مش ممكن إنه يكتمل عمل المسيح الخلاصي، اكتمل عمل المسيح الخلاصي والفدائي وقدم نفسه عنا فدية كاملة، دم المسيح الذي قرب نفسه عنا يطهر ضميركم من الأعمال الميتة كما يقول بولس الرسول أو الرسالة إلى العبرانيين. ولكن لا يكتمل هذا العمل الخلاصي وهذا العمل الفدائي إلا بعمل بسيط منا، شو ممكن أنه يكون؟ الإيمان، الإيمان والثقة بعمل الله الكامل. ولكن أيضاً يصحب أكيد الإيمان والصلاة، إحنا بنحكي هلأ من عد كثير أشياء، مش هيك؟ الصلاة والصيام وأشياء كثيرة، ولكن في بين هذه كلها عمل مهم جداً، عمل مهم جداً أنت عليك أنك تعمله. شو بتفكر؟ شو برأيك؟ توبة. لا يمكن أنه يكتمل هذا العمل الخلاصي وذبيحة المسيح الكفارية ودم المسيح المراق من أجلنا وخلاصنا وفدائنا إلا بطلب التوبة اللي أنت بدك تطلب التوبة. الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. أنا وإنت مش كاملين، ولو صرنا ولو صمنا طول الفترة هاي وصلينا طول الفترة وشفنا حالنا أنه عم نحلق في الروحانيات وشفنا حالنا أنه أوف صرنا أحسن من ملاح، بعدنا خطأ، بعد رجلينا على الأرض، وبعدنا بحاجة إلى أنه نيجي ونخر عند قدمي المصلوب ونحكي له أنا عبدك الخاطئ ارحمني، خطئت كثيرا، خطئت بعدد رمل البحر وتجاوزت خطاياي رأسي وأكثر يمكن شوي وأكثر بكثير ربما. التوبة يعني عمل دائم الحركة نحو الله، بدي أرجع دائما وبدي أرجع وأحكي له أنا ضعيف وأنا بهالنقطة ضعيف، ويمكن بعشرين نقطة وثلاثين نقطة ضعيف، وأنا برجع وبعيد الخطيئة 100 مرة ورجعت وعدت الخطيئة 100 يمكن، وبرجع الرب على الصليب بقبلنا وبقبل توبتنا ويمنحنا الغفران بدمه الخلاصي.
هذا الدم وهذا الخلاص يعطينا إياه إذا إحنا أقبلنا بتوبة، وبتوبة منسحقة، بتوبة متضعة. ما إله معنى لا صيامنا ولا صلاتنا ولا أعمال المحبة ولا أعمال الإماتة اللي عملناها طول هالفترة، هاي الزمن هذا كله المقدس، إذا لم نصل في قمة الصيام وفي قمة هذا الزمن إلى التوبة الحقيقية. القلب المنسحق المتضع لا يرذله الله، لا يرذله الله، لا يرذله الله. إذن أخوتي الأحباء، أنا بيكون إله معنى ذبيحة المسيح وصلب المسيح الخلاصي والفدائي لما أنا باجي كل يوم عند الرب وبخر وبسجد إله وبحكي له أنا عبدك الخاطي، أنا بحاجة إلى توبة، أنا بحاجة إلى أنك تقدسني وتنقيني وتطهرني. في فعل اتضاع أمام حالك حتى المتكبرة أحياناً، وأمام الكنيسة، وأمام شخص الكاهن اللي هو يمثل الكنيسة والرب، وإقرار بالخطيئة أنه أنا ضعيف وأنا خاطي بهيك وهيك وهيك، وأنا برجع وبعيد الخطيئة يمكن مرة ومرات، ولكن دم المسيح يعطيني القوة أني ما أرجع، دم المسيح يعطيني المغفرة ويقدسني وينقيني من جديد. ما يخلص هذا الوقت، هذا الزمن المقدس، لأنه إحنا خلص دل أسبوع أسبوعين، لا ينتهي هذا الزمن المقدس وإحنا منوصل إلى قمة الزمن المقدس في الأسبوع المقدس. ما ينتهي هذا الزمن المقدس وأنا بعدني بدي أرجع أتوب، بدي مش عارف أي سنة، مش عارف أي سنة من السنين، هلأ بدي أقوم زي ما بحكي في إنجيل لوقا عن الابن الشاطر، الآن أقوم، هلأ بدك تقوم وتقوم وتقر وتيجي عند الآب السماء وتحكي له خطئت يا رب أمامك وأمام السماء والأرض وأمام إخوتي، وأنا أقر بخطاياي وأنا أقر بضعفي. إخوتي الأحباء، هذا هو الثمرة الأهم من صيامنا ومن صلاتنا ومن هذا الزمن المقدس. ربنا يعطينا نعمة الاتضاع ونعمة طلب المغفرة والتوبة من الله. آمين. حتى إذا كنا مصونين بحمايتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو جميع مآثمي قلبا طاهرا وقيا الله. لا تطرحني من امام وجهك، لا تنزعني من وجهك، لا تنزعني من وجهك، لا تنزعني من وجهك،
جميعكم فليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. المرضى والأصحاء نواياكم الصالحة أبناءكم عائلاتكم يذكر الرب الإله في ملكه كل حين أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. قدموا هذه الذبيحة الإلهية المقدسة لأجل راحة نفس المرحومة هدى الفرحات أم يعقوب الذكرى السنوية، وأيضا مديحة ميلاد عطية، وجميع الراقدين المذكورين على هذه الأوراق، أذكرهم يا ربي في ملكك كل حين ونواياكم الصالحة في ملكوته كل حين الآن وكل آوان إلى دهر الداهرين. سأحبكم بطامات الملائكية على حال غير منظور. طلبتنا إلى الرب أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب. كريات الشعب أن يصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله، برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. حب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة. حبك يا رب قوتي يا رب ثباتي ومنقذي. حبك يا رب قوتي يا رب ثباتي ومنقذي. حبك يا رب قوتي يا رب ثباتي ومنقذي. المسيح معنا الآن، فلنتبادل سلام المسيح رمز المحبة فيما بيننا، ولنعلن إيماننا المسيحي قائلين نؤمن بإله واحد. ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي
وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن مسجود له ممجد، الناطق الأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسناً ولنقف بتهيب، فلنصغي لنقدم بسلام قربان المقدس. رحمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب شركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. وما روحك نرفع قلوبنا إلى العلا. شكراً الرب واجب وحق يا جميع المجزات التي تصنعها في كل وقت يا سيد الكل رب السماوات والأرض يا أبا ربنا يسوع المسيح إله العظيم مخلصنا رجاءنا الذي هو صورة صلاحك ختماً يمثلك أكمل تمثيل يظهرك في ذاته أيها الآب. هو الكلمة الحي الإله الحقيقي الحكمة التي قبل الدهور الحياة التقديس النور الحقيقي الذي منه ظهر الروح القدس روح الحق موهبة التبني عربون الميراث الآتي باكورة الخيرات الأبدية القدرة المحيي ينبوع التقديس الذي بتأييده تعبدك كل الخلائق الناطقة والعقلية تمجدك على الدوام لأن البرايا كلها عبيد لك. إياك يسبح الملائكة رؤساء الملائكة العروش السيادات الرأسات السلطات قوات الشيروبين كثيروا العيون بك يحف شيروبين ذوي الستة الأجنحة اثنين يسترون وجوههم بإثنين يسترون أرجلهم بإثنين يطيرون يصرخون واحد نحو الآخر بأفواه لا تصمت وتماجيد لا تنقطع مرنمين بنشيد الظفر هاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب صباؤك لأنك بعدل وحسن هوشانا في الأوالي تنان لذاته شعبا خاصا كهنوتا ملوكيا أمة مقدسة وإذ طهرنا بالماء وقدسنا بالروح القدس بذل ذاته فدية للموت الذي كنا في حوزة أرقاء للخطيئة ولما انحدر بالصليب إلى الجحيم ليتم في ذاته كل شيء أبطل أوجاع الموت وقام في اليوم الثالث ونهج لكل جسد القيام بين الأموات وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين جلالك في الأعالي وسوف يأتي أيضا ليجازي كل واحد بحسب أعماله وقد ترك لنا تذكرات ألامه الخلاصية هذه التي وضعناها بحسب وصاياه فإنه لما أزمع أن يذهب إلى موته الاختيار مجيد المحيي في الليلة التي أسلم فيها ذاته لأجل حياة العالم أخذ خبزاً بيديه المقدستين الطاهرتين رفعه إليك أيها الإله الآب وشكر وبارك وقدسه وكسره
أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا فكلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. كذلك أخذ الكأس من ثمر الكرم ومزج وشكر وبارك وقدس، أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. فما لك مما هو لك، نقربه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. ذلك أيها السيد القدوس، نحن أيضا عبيدك الخطأ غير المستحقين، إذ قد أهلنا لفتنة ذلك المقدس لا من أجل برنا، إذ لم نصنع شيئا من الصلاة بل من أجل مرحبك. مشتركين في الخبز الواحد والكأس الواحدة، فاجعلنا متحدين بعضنا ببعض في شركة الروح القدس الواحد، ولا تجعل أحدا منا يشترك في جسدي ودمي مسيحك المقدسين للدينونة أو للقضاء، بل لنجد رحمة ونعمة مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ الدهر. خصوصا سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم. إن البرايا بيسرها تفرح بك يا ممتلية النعمة، محافل الملائكة وأجناس البشر لك يعظموا. أيها الهيكل المتقدس والفردوس اذكر يا رب شعبك الحاضر وفخر البتولية التي منها تجسد الإله وصار طفلا بالأرواح النجسة، وهو إلهنا قبلة العبودية لأنه صنع مستودعك عرشا وجعل بطنك أرحبا من السماوات، لذلك يا ممتلئة النعمة تفرح بك كل البرايا وتمجده. اذكر يا ربي اولا الحبر الروماني البابا فرانسيس بابا روما الطوبى وابانا وبطريركنا غرغوريوس المغبوط وابانا ورئيس كهنتنا إلي الموقر، وانعم على كنائسك المقدسان يكونوا في سلام اصحاء مكرمين معافى مديد الايام،
فصلينا بإحكام كلمة حقك بجودك. قدسهم في خدمتهم وطن جميع المؤمنين لإنتاج الغلات. بارك مدار عام جودك، أبطل شقاقات الكنائس، أخفض صلف الأمم، اقمع سريعا ثورات البدع بقدرة روحك القدوس. اقبلنا جميعا في ملكك مظهرا إيانا أبناء النور والنهار. أنعم علينا بسلامك وحبك أيها الرب إلهنا، فقد أعطيتنا كل شيء، وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين. آمين. تكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. وما روحك. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيريا ليسوع. هذه القرابين كريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب. كيريا أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة. الرب نسأل. استجب يا ملاك سلام مرشدا أمينا حارسا نفوسنا وأجسادنا، المسامحة بخطايانا وغفران ذنوبنا. الرب نسأل. استجب يا الخيرات الموافقة لنفوسنا والسلام للعالم، وأن نقضي الزمن الباقي من حياتنا بسلام وتوبة. الرب نسأل. استجب يا رب. تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا وجع ولا خزي، وأن نؤدي جوابا حسنا لدى منبر المسيح الرهيب. الرب نسأل. استجب يا رب. نسأل الوحدة في الإيمان شركة الروح القدس، نودع المسيح الإله ذواتنا بعضنا بعضا حياتنا كلها. لك يا رب. والآن ندع الله أن يؤهلنا لأن نجسر بدالة بلا دينونة، وأن ندعوك أباً أنت لله السماوي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أهوان إلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم. ولروحك. فلنحن رؤوسنا للرب. بنعمة ابنك الوحيد ورأفته ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. بروسمان الأقداس تعطى للقديسين. قدوس
يجزأ ويقسم حمل الله الذي يجزأ ولا ينقسم ويؤكل كل حين ولا ينقسم أبدا وليقدس متناوليه يسوع المسيح كل حين الآن وكل عام وكل أنك أنت حقا المسيح ابن الله الحي الذي أتى إلى العالم ليخلص الخطأ الذين أولهم أنا. وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر وهذا هو دمك الكريم، فأطلب إذن إليك أن ارحمني وتجاوز عما زللت به عمدا أو سهوا بالقول أو بالفعل، عن معرفة أو عن جهل، وأهلني لأن أتناول بلا دينونة أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، فإني لا أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك مثل يهوذا، بل كاللص أعترف لك. اذكرني يا رب في ملكوتك، لا يكن لي تناول أسرارك المقدسة يا رب للدينونة أو للقضاء، بل لشفاء النفس والجسد. خافة الله وإيمان ومحبة تقدموا. أمين أمين أمين. مبارك الآتي باسم الرب. الرب هو ظهر لنا. اقبلني اليوم شريكا في عشاء السري يا ابن الله، لأني لست أقول سرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة نظيرة يهوذا. أعترف لك، اذكرني يا رب، اذكرني يا قدوس، اذكرني يا اذكرنا جميعنا في ملكوتك. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني معون
حياتي من عند الرب صانع السماء والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس لا ينام. جسد الرب يسوع المسيح. الرب يحفظك. جسد الرب يسوع المسيح. الرب ستر لك، لا تذيك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. يحفظك الرب من كل سوء. يحفظ الرب نفسك. يحفظ الرب ذهابك وإيابك من الآن وإلى تعرف للرب فإنه صالح. العظيمة وحده فإن إلى الأبد رحمته صالحية. تعرف لإله جرلي لأن إلى الأبد رحمته هللويا. أعطي الغذاء لكل جسد الشمس لتسود في النهار لأن إلى الأبد رحمته هللويا. قمر والكواكب لتسود في ليل لأن إلى الأبد رحمته هللويا. الذي شق البحر الأحمر إلى شاطرين لأن إلى الأبد رحمته هللويا. اقتدى شعبه في وسطهم
يا الله شعبك وبارك ميراثك. لقد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق، فلنسجد للثالوث الغير المنقصد. ارتفع اللهم صل على محمد. تبارك إلهنا كل حين لنا وكل أوان يا دهر داهرين. قفوا أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة الخالدة السماوية المحية الرهيبة، لنشكر الرب شكرا لائقا. يا رب ارحم. نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا، لأنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة. فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا، وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسين. لأنك أنت تقديسنا إليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين. آمين. ننطلق بسلام باسم الرب، إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. يا مبارك مباركيك يا ربي ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك، بارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس المحبين جمال بيتك، أن تعوضهم عن ذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك، لكنائسك، للكهنة، لملكنا، للجنود، لكل شعبك، لأن كل عطية صالحة، كل موهبة كاملة يا من العلائم الحديرة من لدنك يا بلنوار. إليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. إلى الرب نطلب. يا رب بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته ومحبته البشر كل حين الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين. آمين.